اهلا بكم مشاهدينا الكرام وبرنامجكم اليومي حديث الثانية. اليوم سنناقش عدة ملفات مهمة جدا، والبداية من الجعفري يلتقي نظيره الإيطالي ويشارك اجتماعات التحالف الدولي في روما. أيضا في المحور الثاني البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة عدة قوانين. ونناقش أيضا تقارب مصري إسرائيلي ونتنياهو في القاهرة قريبا. أما نختتم حلقتنا لهذا اليوم مع الملف اللبناني وتأويلات سياسية ما بعد خطاب السيد حسن نصر الله. إذن تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، والبداية من الملف الأول الذي يقول: بحث الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني عددا من الملفات المشتركة. الدكتور الجعفري عقب لقائه نظيره الإيطالي في روما أشار إلى أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا التي تهم البلاد، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الخدمية والأمنية وإعادة إعمار المناطق المحررة من داعش. وكان الجعفري قد التقى نظيره الفاتيكاني بول ريتشارد جالجار وبحث معه عدة ملفات، وكان بينها ملف الحرب على الإرهاب إلى جانب أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط وبالتحديد في العراق. اللقاء الأول كان مع السيد وزير خارجية الفاتيكان، اللقاء كان جيد. طبعا دارت الأحاديث حول العلاقات العراقية مع الفاتيكان، ومن الطبيعي أن تحتل مفردات الأولوية حول الإرهاب ومواجهة الإرهاب وموقف العراق من الإرهاب. من جانبنا تحدثنا بشكل تفصيلي عن نجاحات البهرة التي حققها القوات المسلحة العراقية في ميدان المواجهة ضد داعش، وأبدى الطرف الإيطالي بالفاتيكان تفهما جيدا ودعما. نفس الوقت عرجنا على المشكلة التي تهدد وضع المسيحيين العراقيين من طرف داعش. عقد التحالف الدولي ضد الإرهاب اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما اليوم لبحث آخر مستجدات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية. الاجتماع الذي حضره الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية بحث توسيع الحملة العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا. لا نتردد نحن بمناشدة دول العالم أنها تدعم العراق ماديا لأنه يمر بظرف استثنائي، وبنفس الوقت هو ينفق من موازنته الكثير لدعم الجانب العسكري العراقي والدعم العسكري العراقي، مو فقط دفاع عن العراق، دفاع عن العراق ودفاع عن كل دول العالم. فلذلك احنا نحطهم أمام مسؤوليتهم، أنه أغلى شيء هو الدم والعراق يقدم دم، بس أنتم بإمكانكم أن تقدموا يد المساعدة من ناحية الجانب الخدمي والجانب الإنساني وكذلك حتى اللوجستي وحتى العسكري، بس بطريقة مو بعنوان الاتيان بقواعد إلى العراق، وإنما دعم الغطاء الجوي، التدريب، المعلومات وما شكل ذلك. وللحديث أكثر معنا الدكتور المحلل السياسي خالد عبد الإله. أهلا بك دكتور خالد. يعني بداية دكتور خالد، يعني اجتماع دول التحالف الدولي في روما، هل سيخرج بشيء جديد حول مكافحة الإرهاب برأيك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولجميع مشاهدي قناة بلادي وشاكر لهذه الاستضافة. بالتأكيد يعني اجتماع روما مهم جدا، لأنه سوف يثمر عن توسيع الدول التي تقوم بعملية الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. كان هنالك اجتماع سباعي عقد في بداية شهر الواحد من هذا العام. هذا الاجتماع مهد إلى أن يكون هنالك توسع في إطار الاجتماع روما، بمعنى أن تكون هنالك 26 دولة تساهم في هذه الضربات الجوية. في السابق كانت هنالك فقط 7 دول ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، منها بريطانيا وأيضا دخلت إلى الخط فرنسا وبعض الدول الأخرى. اليوم نتحدث عن زيادة الضربات الجوية، نتحدث عن دعم العراق عسكريا ولوجستيا على مستوى التدريب وعلى مستوى التجهيز. نتحدث أن الإرهاب اليوم لا يختصر فقط في إطار
يعني الجانب الإسلامي الذي يحاول تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية السابقة منها تنظيم القاعدة أن يشوه الجانب الإسلامي. لذلك يجب الكل على المجتمع الدولي أن يشارك في ضرب هذا الإرهاب ويجتث هذه الآفة التي أخذت تحاول أن تخرج عن الإطار الحقيقي الصحيح في إطار هذا الجانب، لا سيما بأن المجتمع الدولي وفي داخل مجلس الأمن أصدر قرارات أممية تحت طائلة الفصل السابع، وهذه القرارات هي تمثل شرعية حقيقية في دعم العراق، منها قرار 2170، منها قرار 2178، منها قرار 2199، ومنها قرار 2149. كل هذه القرارات الأممية اليوم والسيد الجعفر وزير الخارجية يحاول أن يعطي صورة واضحة بأن هذه القرارات أيضا هي تلقي بظلالها على مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في دعم العراق، لأن العراق هو في الجبهة الأولى في الخندق الأول لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. طيب دكتور خالد، يعني هنالك سعي حقيقي في هذا الاجتماع يعني في دول التحالف اليوم في روما، طيب هل سعي العراق إلى الموازنة أو الاستثمار من الدعم الروسي والإيراني من جهة أو الدعم الغربي الأمريكي من جهة أخرى، يعني هل هذا الموضوع يجعلنا في موضع قوة أكثر من ذي قبل؟ يعني بالتأكيد سؤال مهم جدا. أعتقد فعالية التحالف الدولي الذي زادت عدد الدول إلى أكثر من 60 دولة، واليوم نتحدث عن زيادة 26 دولة فيما يتعلق بالموافقة على القيام بالضربات الجوية، وهذا لا يعني بأنه عدم الأخذ موافقة العراق، لأن حضور العراق بشخصية وزير الخارجية الدكتور الجعفري هذا يعني تنسيقا أساسيا مع الحكومة العراقية في إطار هذا الجانب، بمعنى أن العراق إذا اعترض على أي دولة فمن عليها عدم القيام بأي ضربة جوية في داخل العراق، قد تكون في سوريا ولكن في العراق هنالك محددات أساسية. هذا واحد. اثنين، دخول العامل الروسي في سبتمبر الماضي من العام 2015 أعتقد عجل بشكل كبير جدا في إطار زيادة وتكثيف والتنسيق ووضع استراتيجية واضحة إلى تجفيف منابل الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش. لأن كما أسلفت كانت هنالك قرارات أممية ولكن لم يكن هنالك تكثيف. اليوم هذا التحالف يحاول أن يضع خارطة أساسية فيما يتعلق بالسيطرة على الحدود ما بين العراق وسوريا، فيما يتعلق أيضا بقطع تنظيم داعش اقتصاديا، فيما يتعلق أيضا بمحاولة التقريب بين وجهات النظر الروسية الإيرانية والعراقية، لا سيما بتشكيل خلية الاستخباراتية المنسقة ما بين العراق وروسيا وإيران وسوريا من جهة، وأيضا العراق أيضا ينتظر من التحالف الدولي شيء كبير. لذلك يجب العراق دكتور اليوم أن يوازن في إطار هذا الجانب لأجل مصلحة واحدة داخلية هي المصلحة العراقية. لو سمحت لي يعني ابقى معي ولنا يعني تتم بالحديث. نرحب بالخبير الأمني دكتور معتز محي، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني نلمس في الأيام الأخيرة جدية لدى التحالف الدولي في مكافحة تنظيم داعش بعدما كان يتغاضى عن بعض جرائم التنظيم، ما هي فكرتك عن الموضوع؟ تفضل. طبعا هنالك تطور في موضوع المساعدات والدولية للحد من تمدد داعش إلى مناطق أخرى، كما موجود في الاستراتيجية الأمريكية مع دول التي ساهمت في الضربات الجوية رغم انسحاب بعض الدول، وأخيرا كندا انسحبت من هذا. كل هذا يدلل هنالك رسالة عراقية سوف يقدمها السيد الجعفري في هذا الاجتماع. الرسالة تدعو إلى دعم العراق للقضاء على الإرهاب ومساعدة النازحين وكذلك إعادة إعمار البنية التحتية للمدن التي اجتاحها داعش وخصوصا مدينة تكريت ومدينة الرمادي. كل هذه الرسائل هي واضحة جدا من خلال عمل دبلوماسي سابق وحالي لعرض هذه المسائل الجدية في هذه المؤتمرات. ويبدو أن الجانب الأوروبي وخصوصا أمريكا التي ترعى هذا المؤتمر على بصيرة من المعلومات التي أعطاها العراق من فترة طويلة عن طريق الرسائل الدبلوماسية واللقاءات السابقة، وهو معني كذلك بتنفيذ هذه المساعدات ضمن سقف زمني قادم. طيب حضرتك ذكرت الدعم، طيب هذا الدعم هل سيتمثل بأنه دعم كبير أم سيبقى على الوتيرة الحالية؟ يبدو هنالك طروحات العراق تستغل هذه الاجتماعات وتطرح هذه الإرادات وطرح كذلك هذه المطالب. العراق عرضها أكثر في المؤتمر دافوس، أيضا عرضها رئيس الوزراء وكذلك في مؤتمر باريس السابق بعد أن أخذت هذه المؤتمرات على مستوى القادة وبعض ضربات باريس التي قامت بها الفئات الضالة من داعش. نحن ننتظر إذا من هذا المؤتمر التشاوري والاستراتيجي
لدعم العراق ولمكافحة الإرهاب والقضاء عليه نهائيا، وخصوصا المعركة التي ينتظرها العراق وينتظر العالم لتحرير مدينة الموصل. رغم هنالك دعوات تصدر من الجانب الأمريكي بإرسال مقاتلين ومتدربين أمريكان خصوصا كامندوز إلى الساحة العراقية، يستطيعوا مساعدة العراقيين في التدريب على حرب المدن، ومساعد كذلك الكرد في موضوع اتفاقهم الأخير الذي عقد منذ أشهر في تدريب قوات نوعية من بيشموجة للدفاع عن المدن والاشتراك مع قوات الجيش العراقي وقوات أيضا الشرطة الاتحادية في المعركة القادمة. طيب دكتور معتز ابقى معي لو سمحت، ونذهب أو نعود إلى الدكتور خالد عبد الإله. دكتور خالد، يعني وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعا إلى دعم فعلي للحكومة العراقية في حربها على داعش الإرهابي، ما مدى أو إمكانية تحقيق ذلك؟ تفضل. يعني بالتأكيد العلاقات العراقية الأمريكية علاقات مهمة واستراتيجية، لا سيما بعد توقيع الاتفاقية الأمنية اتفاقية سوفا التي رسمت الكثير من النقاط المفصلية والمهمة جدا. لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المؤتمر أن توضح استراتيجيتها في إطار هذا الجانب، وأعتقد بأن خطاب كيري في هذا المؤتمر كان واضحا في إطار بأن المعركة مع تنظيم داعش هي ليست بالمعركة السهلة، وبالتأكيد يجب أن تكون هناك تكاتف في كل المجتمع الدولي في إطار مساعدة العراق، لا سيما في إطار الانتصارات التي حققتها القطاعات العسكرية في مختلف قواطع العمليات مع أبناء الحج الشعبي والبيشبرغة وأبناء العشار. لذلك أعتقد بأن هذا الجانب قد يتطور بشكل كبير جدا. هذا المؤتمر أنا باعتقادي مهم، طالما أن العراق اليوم يحاول أن يبحث عن خيارات وبدائل في إطار التسارع لتكثيف جهود التحالف الدولي من أجل التهيئة والاستعداد للمعركة الفاصلة مع الإرهاب. والعراق اليوم لا ينتظر فقط يعني خروج تنظيم داعش أو تجفيف يعني داعش من المناطق التي سيطر عليها في حزيران من عام 2014، وإنما يريد اليوم العراق أن يجفف منابع هذا الفكر التكفيري الإرهابي، ويحاول أيضا أن يعطي صورة إنسانية في إطار الجانب المجتمع العراقي، ويحاول أيضا أن يستثمر هذا الدعم على أساس اقتصادي وعلى أساس بناء هذه المناطق المحررة من تنظيم داعش. إذن لدينا اليوم منظومة حقيقية يحملها أو تحملها أيادي وحقيبة السيد الجعفري وزير الخارجية العراقي الممثل عن الحكومة العراقية، من أجل عرضها على كل المشاركين في هذا المؤتمر المهم جدا في إطار هذه المرحلة. طيب بما أنه حضرتك تطرقت إلى الموضوع الأمني، يعني التركيز ما يزال على العراق وسوريا، ألا تجد أن هناك تغاضيا عن دور داعش في ليبيا؟ يعني ليبيا هنالك مفاوضات، لحد هذه اللحظة تم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وأيضا فيما يتعلق بصياغة الدستور. لحد الآن يعني الأمور غير مهيئة في إطار الاعتراف بالحكومة من أجل أن يكون هنالك أيضا مساعدة. صحيح هذا سؤال مهم جدا، تنظيم داعش يحاول أن يأخذ يعني ليبيا كمكان استراتيجي للانطلاق من البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، والتأكيد أوروبا هي تعي حقيقة هذا الجانب، ولكن دور الأمم المتحدة، وجود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعات الذي عقدت في مراكش، الاتفاق التي وقع ما بين الأطراف الليبية، لذلك كل هذه الأمور قد تهيئ عندما يتم توافق وتكاتف الليبيين فيما بينهم، يعني بعد ذلك دخول الأمم المتحدة، دخول الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي وحتى روسيا في إطار تزويد الجيش الليبي، في إطار دعم القطاعات الليبية، وبالتأكيد تجفيف منابع الإرهاب في ليبيا. ليبيا تمثل اليوم خطر كبير جدا لدول شمال أفريقيا، أيضا ما يتعلق بالحدود في تونس. طيب دكتور خالد، وصلت الفكرة. ننتقل أنا وياك إلى الدكتور معتز محي. يعني دكتور معتز، يعني ديمومة اجتماع دول التحالف الدولي، ممكن أن نلحظ قرب نهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق؟ لا، التوقيتات تختلف حاليا، يعني في موضوع تحرير الموصل والقضاء على داعش. ذلك توقيت صدر من الأمريكان في الأسابيع الماضية يحدد فترة زمنية تصل أكثر من 6 شهور في موضوع الاستعداد والتدريب والتسليح لقواتنا العراقية وقوات المجاميع التي تطوعت من أبناء الموصل في معسكرات قريبة من أربيل وكركوك. كل هذه الفترة الزمنية التي حددتها القيادة الأمريكية على اعتبار هنالك توافق عسكري وتوافق أمني مع القيادات العسكرية العراقية، وخصوصا بعد زيارات
لوزير الدفاع وكذلك رئيس أركان القوات العراقية إلى واشنطن وإلى دول تعني في مكافحة الإرهاب. التنسيق مستمر في هذا المؤتمر ومؤتمرات قادمة سوف تعقد مو بصورة علنية، ولكن دائما المؤتمرات خصوصا في اختيار الزمان والمكان لمحاربة داعش أعتقد لها أهمية ولها كذلك نوع من السرية في هذه الاجتماعات لتحديد ساعة الصفر للتحرير والقضاء على داعش. نحن مقبلين على فترة زمنية قادمة في موضوع مدى جدية التحالف الدولي في تدريب القوات العراقية وتسليحها بأسلحة حديثة كالأسلحة التي وصلت من ألمانيا وإيطاليا إلى قوات البيشمركة وحاليا تستعمل في موضوع تحرير بعض المدن والدفاع عن مدينة أربيل ومدن أخرى قريبة من داعش. إذن الجدية في هذه الاجتماعات والاجتماعات القادمة سوف تعطينا ثمارها في الأشهر القادمة. نعم. وهذا الجدية من خلال علاقات العراق ودور العراق في مكافحة الإرهاب وكذلك أهمية دخول المحك الدولي والدول التي لها باع طويل في قدرة تمتيع علاقات مع جانب عراقي وامداده بالأسلحة وامداده كذلك معلومات الاستخبارية مهم جدا في المرحلة القادمة. نعم، الدكتور معتز محي محلل سياسي وخبير أمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا اسمحوا لي بفاصل قصير ولنا عودة. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. واستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الثانية من الفصل أو الثاني للسنة التشريعية الحالية بمناقشة عدد من القوانين. وقالت رئاسة المجلس في بيان لها أنه سيصوت على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وقراءة أولى لقانون الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007، كما ستتم القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام الجمهورية وجمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، أيضا عن القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقية. نعود إلى ضيفنا الدكتور خالد عبد الإله وأيضا نناقش معه الموضوع. أهلا بك دكتور مرة أخرى. دكتور، ما الجديد الذي طرح في البرلمان اليوم؟ تفضل. يعني بالتأكيد هذه قد تكون قرارات أو قوانين، مشاريع قوانين يعني ثانوية. أنا باعتقاد البرلمان العراقي يجب أن يتجه إلى تشريع قوانين مهمة جدا تزيل الخلاف في إطار العلاقات وترسم طبيعة علاقات قوية جدا ما بين المركز وما بين الأقليم وما بين المحافظات الغير منتظمة بأقليم. أعتقد هنالك قرارات مهمة جدا، منها قانون المحكمة الاتحادية، قانون الخدمة العسكرية، يعني قانون التظاهر، أيضا قانون النفط والغاز، أيضا واحد من قانون مجلس الخدمة الاتحادي، قوانين مهمة جدا. يعني نتمنى أن يكون هنالك حراك كبير جدا في داخل مجلس النواب العراقي لكي يقوم بوظيفته المهمة جدا. طيب حضرتك ذكرت أن هنالك قوانين مهمة ستناقش اليوم في جلسة البرلمان. طيب اليوم نرى غياب واضح للقوانين المهمة التي ذكرت حضرتك اللي تلامس الدولة والمواطن. طيب ما سبب عدم فاعلية النواب مع هكذا قوانين؟ يعني بالتأكيد هي الديمقراطية التوافقية، هي التشاركية اليوم الموجودة، قد تكون المحاصصة السياسية والحزبية ما زالت قائمة في داخل مجلس النواب العراقي، بدليل أن 26 لجنة دائمية في داخل مجلس النواب العراقي. نعم. ولكن هذه اللجان مقسمة على أساس الاستحقاق الانتخابي وعلى أساس أيضا الجنبة السياسية والحزبية. نعم. نحن بحاجة إلى أن نخرج إلى الفضاء الوطني، واستبشرنا خيرا اليوم بهذه الإصلاحات التي أعلنها رئيس البرلمان العراقي السيد الجبوري، وقال بأن هذه الإصلاحات سوف تأتي أكلها، ولكن ما زلنا نراوح في إطار هذا الجانب. يجب أن تكون القوانين التي تمس اليوم الفرد العراقي، المجتمع العراقي، لا سيما أن هنالك أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على الإطار الاقتصادي وعلى المواطن العراقي وعلى أيضا قوة المواطن العراقي. لذلك يجب أن يكون هنالك ترتيب وتقنين في إطار حتى طرح القوانين التي تلامس الحياة الاجتماعية وحياة المواطن العراقي. يعني هنالك أكثر من مادة في الدستور العراقي وهي مواد دستورية وقوانين دستورية لم يكن هنالك تشريع بسبب عدم وجود توافق أو بسبب مبدأ ما يسمى بالسلة الواحدة، بمعنى أن اليوم التوافقات اليوم ما بين رؤساء الكتل السياسية هي التي سوف تنجم
عن تشريع مثل هذه القوانين، وخير دليل على ذلك هو قانون المحكمة الاتحادية الذي تم قراءته لقراءة ثانية، وعندما تم الحديث عن التصويت لكن التحالف الكردستاني انسحب وقال لديه يعني نقاط أو فيتو على هذا القانون بسبب مسألة التصويت من عدمه. أنا أتوقع علينا أن يعني نؤسس مؤسسة الدولة العراقية قانونيا ودستوريا لكي نستطيع أن نضع نقاط أساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون، دولة تقديم الخدمة للمواطن، السلطة يعني الخادمة وليس مفهوم السلطة الحاكمة. طيب ماذا عن زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى أمريكا؟ يعني ما أصدق هذه الزيارة، يعني لحد هذه اللحظة لم يوجد تصريح للجبوري، علما أن الزيارة ما زالت غامضة يعني برأي الشارع العراقي. يعني زيارة الجبوري قد تأتي في إطار أيضا بحث مسألة الإرهاب، بحث أيضا المناطق التي تحرر من تنظيم داعش وإعمارها، مسألة الكلف، أيضا مسألة اليوم هناك لقاء مع عقدا بين الجبوري والبنك الدولي في إطار مساعدة العراق اقتصاديا، ولكن كنا نتمنى أن تكون هذه الزيارة يعني هدفها الرئيسي بعنوان العراق. لا نتحدث اليوم عن طائفية أو مذهبية، شخصية السيد سليم الجبوري هي شخصية تمثل اليوم كل العراقيين، لذلك يجب أن يكون إطار حقيقي واضح في إطار هذا التعامل، لا أن نبحث اليوم عن الحماية الدولية أو مسألة تدويل القضية العراقية، لأن اليوم المجتمع العراقي داخليا يعني لا يريد أن يكون هنالك مسألة لعودة قوات برية من مختلف دول العالم، لأنه هذا يؤثر على النسيج الاجتماعي العراقي. وأعتقد بأن يعني خطاب الدكتور الجعفري اليوم في روما بأن اليوم من حق أي دولة مساعدة العراق، ولكن لا أن تعني جلب قواعد عسكرية أو وجود قواعد عسكرية في العراق، لأن هذا هو مس لسيادة واستقرار العراق. لذلك يجب أن يكون حتى زيارة الدكتور الجبوري للولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أسس الثوابت الوطنية والمصلحة الوطنية، لا أن نتحدث اليوم عن مسألة تقسيم أو التعامل مع العراقيين على أسس طائفية أو قومية أو مذهبية. نعم، المحلل السياسي الدكتور خالد عبد الله، شكرا جزيلا لجنابك الكريم. مشاهدينا إذن فاصل ولنا عودة. أهلا بكم مرة أخرى. مساعا دبلوماسية يخوضها الجانبان الإسرائيلي والمصري لإعادة العلاقات المباشرة بين القاهرة وتل أبيب. التقارب السياسي بين البلدين مرهون بعدة تحركات إسرائيلية على الأرض وخاصة في الملف الفلسطيني، بينما تجري ترتيبات خاصة لاستقبال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى القاهرة في زيارة ستكون الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك في ثورة 25 يناير. تقارب إسرائيلي مصري يجري خلال الفترة الحالية على مستوى الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة بشكل مكثف، خطوات تعكس الاهتمام من الجانبين لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. التقارب السياسي المرتبط بتزايد التواصل الأمني والتنسيق المخابراتي المكثف بين الجانبين في الفترة الماضية جاء في ظل رغبة مصرية بإعادة علاقات التعاون مع تل أبيب بشكل مباشر، إذ ليس للرئيس عبد الفتاح السيسي أي مشكلة في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة، بينما يشترط أن يكون اللقاء مرتبطا بإعلان مسار جديد للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، أو على الأقل تقديم ما يرضي الرأي العام بشأن القضية الفلسطينية ووقف الممارسات الاستفزازية في الضفة الغربية. بينما دبلوماسيون مصريون برروا لمصر التعامل بنظرة مختلفة مع الكيان الصهيوني، وخاصة بعدما أبدت تل أبيب ما دعي تعاونا غير مسبوق على مستوى الاستخبارات وتبادل المعلومات في سيناء، ما سهل عملية ملاحقة العناصر المتطرفة في شمال تلك المناطق. وأكدوا أن استئناف العلاقات كما كانت عليه قبل 25 يناير سيكون له تبعات كثيرة على الجانب المصري، خاصة بعد أن كان السفير المصري في تل أبيب محط احتفاء وترحيب من قبل الكيان الصهيوني.
ظل الخطاب الرئاسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مادة للتأويل والاجتهاد خلال اليومين الماضيين، حيث قرأه كل طرف في معسكر الحلفاء والخصوم على طريقته الخاصة، وأخذ منه ما يناسبه سواء لمدح كلام السيد نصر الله أو لمواصلة الحمل عليه، وفيما لا يتوقع تسجيل أي خرق إيجابي قريب قبل موعد جلسته انتخاب الرئيس في 8 شباط المقبل. يبدو أن التيار الوطني الحر سيحاول إعادة وصل ما انقطع مع تيار المستقبل لعله يؤمن النصاب السياسي أو الميثاقي لانتخاب العماد ميشيل عون. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. برز الحديث مؤخرا لا سيما بعد قمة معراب اللبنانية التي جمعت العماد ميشيل عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع عن احتمال حصول حوار بين جعجع وحزب الله من جهة وعون والحريري من جهة أخرى. ويرى مراقبون أن تبني جعجع لترشيح عون لرئاسة الجمهورية قد يشكل المدخل للتقارب بين قوى 14 والثامن من آذار المتخاصمتين، إذ رحب حزب القوات اللبنانية بأي تقارب مع حزب الله قد يحصل في المستقبل القريب على اعتباره مكونا لبنانيا مهما في خارطة البلاد السياسية ورقما صعبا في المعادلة ذاتها. وعلى خط آخر، احتمالية التواصل مستمرة بين التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشيل عون وبين تيار المستقبل بقيادة الحريري، فضلا عن التواصل مع أطراف سياسية أخرى قد تتمخض في المرحلة المقبلة. وترصد كافة المؤشرات إن الملف الرئاسي سيكون الجزء الرئيس من بنود النقاش بين تياري عون والمستقبل. أطراف سياسية في لبنان عدت إنه لا شيء مقفلا بشكل قطعي في السياسة، وكل المعطيات تبقى قابلة للتبدل بحسب الظروف، إذ ما يزال هناك مؤشر حقيقي حول مدى إيجابية الوضع في لبنان لا سيما بعد تكرار اللقاءات بين الأطراف المتناكفة في البلاد والتي باتت تدل على تحسن العلاقات بين الجميع. محمد خليل لبرنامج حديث الثانية. مشاهدينا، والحديث أكثر عن العلاقة بين مصر وإسرائيل نعود إلى المحلل السياسي أحمد السيوفي. أهلا بك سيد أحمد. يعني سيد أحمد، بداية يعني إعادة العلاقات بين مصر وإسرائيل هل تأتي في إطار الجانب الاقتصادي فقط أم لها أبعاد سياسية؟ تفضل. يعني احنا اعتدنا ان فيما يتعلق بعمليات التسوية بين الكيان الصهيوني وبين الدول العربية وخاصة مصر انها يعني تشمل العديد من المجالات. بطبيعة الحال كانت هناك معاهدات اقتصادية قبل ذلك مثل الكويز وغيرها. نعم. ايضا فيما يتعلق بالعملية السياسية ايضا هناك يعني تفاهمات حول هذا الامر. بطبيعة الحال الكيان الصهيوني دائما ما كان يسعى الى تطبيع العلاقات الشعبية، وهذا الامر يعني لم يتمكن منه الكيان الصهيوني، حيث ان الشعب المصري ما زال حتى هذه اللحظة رافضا لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني. وكانت هناك واقعة شهيرة يعني قبل اندلاع ثورة 25 من يناير، عندما زار سفير الكيان الصهيوني أحد المطاعم في القاهرة وتم طرده من هذا المطعم عندما علم صاحب المطعم أن هذا هو السفير الصهيوني. نعم. إسرائيل تدرك تماما أن الشعب المصري ما زال لديه يعني حاجز نفسي كبير في تطبيع العلاقات، والشعب المصري عندما يرى عمليات القتل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وعمليات الحصار والتجويع، نعم، يعني كل هذا بطبيعة الحال يجعل الشعب المصري عصي على أن يدخل في عمليات تطبيع مع الكيان الصهيوني. وبالتالي العلاقة مع الكيان الصهيوني يعني تسعى الأطراف السياسية إلى أن تكون علاقة متكاملة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التطبيع بأشكال مختلفة، السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نعم. وبالتالي نحن بالفعل أمام يعني تغير جديد يعني نرى هذه الأيام في استعادة هذه العلاقات لما قبل
عام 2011. طيب سيد أحمد، يعني يقال أن تنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن قيمة التعويض المالي الذي حصلت عليه أمام التحكيم الدولي في مقابل تعزيز استيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره عبر الموانئ المصرية لأوروبا، ما صحة هذا الأمر؟ والله هذا كلام يقال، لكن حتى هذه اللحظة يعني لا توجد يعني أطراف رسمية تعلن عن أن هذا الأمر يعني أصبح واقعا، ما زال هذا يعني يكتب في يعني على الأخبار ونراه على بعض المواقع الإلكترونية. نعم. لكن على أرض الواقع لا نستطيع أن نقول أنه يعني أصبح حقيقة واقعة، لكن هذا الكلام يقال بالحاحك. نعم نعم أنا أسمعك سيد أحمد. أنا أقول أن هذا الكلام يقال، لكن لا يوجد يعني حتى الآن ما يؤكد هذا الكلام من الناحية الواقعية. نعم. طيب القيادة المصرية باتت تسعى لاستعادة العلاقة على المستوى السياسي مع إسرائيل في الفترة الحالية، هل جاء ذلك نتيجة التقارب الإسرائيلي التركي الأخير، علما أن الأخيرة لا تزال مناكفة لنظام السيسي؟ لا، أنا أعتقد أن الموضوع ليس له علاقة بالعلاقات التركية الإسرائيلية. نعم. أنا أعتقد أن هناك يعني لقاءات يعني شبه ممنهجة ما بين الجانب الأمنية على مستوى مصر والكيان الصهيوني، وأيضا هناك علاقات يعني ربما سياسية. نعم. وبالتالي هذا الأمر لا علاقة له بالتركية أو دخول تركيا على ما في العلاقة مع الكيان الصهيوني. أعتقد أن هذا الأمر لا علاقة له بهذه القضية، ولكن المسألة مرتبطة بمبادرة السلام أو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبنودها وما يرتبط بها وما يتعلق بها، وبالتالي بدأت المسألة تعاود التواصل من جديد بعد أن تجمدت عدة سنوات بعد ثورة 25 من يناير. نعم. طيب هنالك تقرير للخارجية المصرية يقول بأن الظروف الحالية هي التي أجبرت مصر على إقامة علاقة أو إرجاع علاقتها مع إسرائيل، هل هذا الأمر صح؟ يعني أنا لا أتصور أن إسرائيل يمكن أن تكون يعني خط دفاع لمصر أو تكون يعني جبهة مؤمنة لصالح مصر. يعني دائما اعتدنا من الكيان الصهيوني انه لا حبيب له. نعم. وان مؤامراته حتى في ظل عمليات التسويه ما بين مصر والكيان الصهيوني. نعم. كانت هناك مؤامرات كثيره جدا قام بها الكيان الصهيوني، كانت هناك تزوير عمله وعمله مزوره تم ادخالها الى مصر من جانب الكيان الصهيوني، ايضا هناك مخدرات دخلت من جانب الكيان الصهيوني الى الاراضي المصريه. نعم. ايضا هناك قبض على عدد كبير من الذين يمارسون التجسس ضد الشعب المصري، وبالتالي الكيان الصهيوني يسعى الى مصالحه ولا يضع اي اعتبار لعلاقه خاصه معه، وبالتالي لا اتصور ان تكون الجبهه الصهيونيه جبهه مؤمنه بالنسبه لمصر. طيب هل هنالك تواصل مع السلطه او القياده الفلسطينيه بهذا الشان؟ اعتقد ان هناك تفاهم مصري فلسطيني مع السيد محمود عباس. نعم. وان يعني هذا التفاهم يعني يرتبط ب يعني الجمع يعني او اعطاء المعلومات، كل طرف يعطي للطرف الاخر معلومات وايضا يضعه في صوره ما يجري، وهذا امر قديم يعني هذا الامر حتى منذ عهد الرئيس مبارك. طيب وضحت الصوره. تفاهم وتفاهم حول هذه الامور. سيد أحمد السيوفي محلل سياسي من مصر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا اسمحوا لي بفاصل قصير ونعود. ونعود للشأن اللبناني ونستضيف المحلل السياسي من بيروت شحادة جمال الدين أهنبك. سيد شحادة، يعني بداية، ما مدى إمكانية هكذا تقارب بين الخصوم اللبنانيين بعد خطاب السيد نصر الله الأخير؟ تفضل. بداية بالنسبة للانقسام الحاصل اليوم على يعني الانقسام المعاكس للانقسام الأساسي، ألا وهو انقسام فريقي الثامن من آذار والرابع عشر من آذار.
نعم. الآن تداخلت الأمور في بعضها. هناك جزء من قوى 14 أدار ذهب ليرشح العماد ميشيل عون، نعم. وجزء آخر من قوى 14 أدار ذهب ليرشح الوزير السابق سليمان فرنجية. في ظل هذا الانقسام عمليا هناك نوع من الترتيب، يعني هناك قراءة إقليمية ودولية لملف الرئاسة في لبنان، نعم. على أن هذا الملف لم يحن الوقت للبت فيه على المستوى الدولي. ليس هناك قرار دولي الآن أمريكي وروسي، نعم. لبت مسألة رئاسة الجمهورية في لبنان. عمليا الأمور معلقة، إلا أن الانقسام الحاصل اليوم حول ترشيح العماد ميشيل عون وترشيح الوزير سليمان فرنجية، المستفيد الأول منه هي قوى الثامن من أذار، على اعتبار أن قوى 14 أذار انقسمت حول ترشيح شخصيتين من الثامن من أذار. هناك انقسام في هذه المسألة. النقطة الثانية لصالح قوى الثامن من أذار هو كلام سماحة السيد حسن نصر الله منذ يومين، عندما قال أن الوزير سليمان فرنجية وهو المرشح الخصم لحليفه العماد ميشيل عون، قال أن الوزير سليمان فرنجية هو نور العين، ورد عليه الوزير سليمان فرنجية بكلام يعبر عن حقيقة التحالف حول قضية سوريا، مسألة الصراع في سوريا، وحلف السيد نصر الله والوزير فرنجية للرئيس الأسد في سوريا، ورؤيتهما المشتركة حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي والنظرة الواحدة لمسألة المقاومة في لبنان. طيب، ما فرنجية وصف كلام السيد نصر الله بأنه سيد الكل، هذا الكلام هل يعني أن حزب الله بات مظلة شاملة لمعظم الأطراف اللبنانية؟ نحن نعتبر أنه حتى قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي ومنذ سنوات، حزب الله هو عمليا في صلب المعادلة اللبنانية. حزب الله الجهة التي ترجح أي قوة تحاول أن تفرض معادلة سياسية في البلد في لبنان. بكل تأكيد مشهد معراب ولقاء الوزير رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع العماد ميشيل عون، وما لتاريخ سمير جعجع على مستوى الحرب الأهلية في لبنان وعلى مستوى ارتباطه السابق بمسألة خياره بمسألة التعاون مع إسرائيل، هذا يعتبر تحول بأن يأتي إلى حلف ميشيل عون ويعتبر نفسه أنه قادر على أن يقول علنا بأن إسرائيل عدو. هذه نقطة تعتبر جيدة جدا على المستوى المعادلة اللبنانية. مسألة ثانية، السيد نصر الله اليوم عمليا مرة أخرى يؤكد السيد نصر الله على أن لبنان لا يريد حزب الله أخذه على المستوى الذاتي، بأن حزب الله يريد أن ينشئ جمهورية إسلامية. صحيح مشروع حزب الله هو كذلك، ولكن مشروع الجمهورية الإسلامية أو نظام إسلامي هو بانتخابات ديمقراطية وليس بالقوة. مرة أخرى يؤكد السيد نصر الله عندما تخلى عن مسألة السلة الواحدة وهي قانون انتخاب جديد، مجلس وزراء جديد، مجلس نيابي جديد، كل هذه تخلى عنها السيد نصر الله في خطابه منذ يومين لصالح القول بأننا نحن مستمرون بترشيح العماد ميشيل عون. ونحن، وهنا الميزة الأخرى في خطاب السيد نصر الله، نحن لا نتحكم بحلفائنا، نحن نتشاور مع حلفائنا. يتكلم عن الرئيس بري الذي يرشح الوزير سليمان فرنجي، لكن هذا التشاور سيد شحادة، هذا التشاور اللي ذكرت حضرتك خلق نوع أو جو إيجابي، يعني ممكن أنه هذا الجو الإيجابي ممكن أنه يساعد على مصالحة القوى، قوى 14 و8 آذار. مصالحة القوى اليوم عمليا مع الثامن من أذار لم تعد الإشكالية، على اعتبار أن الوزير سمير جعجع، على اعتبار أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ذهب ليرشح العماد عون حليف حزب الله، والوزير ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ذهب ليرشح سليمان فرنجية حليف حزب الله وحركة أمل، وهو يعني الوزير سليمان فرنجية مدعوم بقوة من الرئيس نبيه بري. فإذا سعد الحريري ووليد جملاط يرشحان الوزير سليمان فرنجية، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرشح العماد عون. إشكالية قوى 14 من أذار مع الثامن من أذار انتهت. الإشكالية اليوم هي في قوى 14 من أذار
عندما اختلفت على مسائل حول أن الرئيس سعد الحريري رشح الوزير سليمان فرنجية دون الرجوع إلى حلفائه، فما كان من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نعم، إلا أن ذهب لترشيح العماد ميشيل عون في حركة مضادة وعكسية. فإذا نحن نعتبر أن الخلاف اليوم هو في بيت 14 أذار وليس طيب هل في هذا الأمر هو خطأ من الحريري؟ 8 أذار. هل هذا الأمر هو خطأ، نعم، من الحريري؟ هلا البعض يعتبر كان يفترض ان ينشا مروحه اوسع من التشاور، نعم، الا ان الرئيس الحريري يحاول يعني في من جهه اخرى ان يطرح بشيء من العقلانيه، يعني يعتبر بمجرد انه نسق مع دوله الرئيس نبيه بري، نعم، ومع الوزير وليد جملاط، مع النائب وليد جملاط، نعم، يعتبر انه نشا في لبنان حاله جامعه يستطيع من خلاله، على اعتبار ان الوزير سليمان فرنجي هو صديق للرئيس الاسد في سوريا، فاذا تامنت مظله اقليميه سعوديه سوريه، هو يستطيع من خلال هذا المعطى ان يذهب الى فرنسا ويسوق في فرنسا لهذا المشروع وامريكا. من هنا انطلق سعد الحريري. شعر سمير جعجع بالخوف من هذا الاقتراح، لأنه عمليا ترشيح سليمان فرنجية، نعم، هو عملية انتحار سياسي لسمير جعجع، وسمير جعجع هو قاتل أهل سليمان فرنجية عام 78. يعني سمير، نعم، جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ارتكب مجزرة بأم وأب وأخوة وأقارب سليمان فرنجية في إهدن عام 78. فإذا عملية ترشيح سليمان فرنجية وقدومه إلى القصر الجمهوري هي عملية إنهاء قوة سمير جعجع في زعامة حزب القوات اللبنانية. طيب سيد شهادة، قوة وازنة في الشارع المسيحي، يعني نرى هنالك مباحثات جانبية بين تيار عون والحريري، هل يعني إمكانية كسب الأخير لصالح المرشح الرئاسي عون؟ باعتقادنا نحن في هذه المرحلة كل هذه النقاشات الهدف منها ليس ترشيح كفة هذا المرشح أو ذاك، نعم، المسألة اليوم هي عملية تنفيس الاحتقان القائم في البلد، وخاصة بعض المؤشرات عديدة حول أن لبنان قد يتعرض لموجة من الاغتيالات والاضطرابات الأمنية، نعم، وخاصة ما شاهدناه منذ أسبوع حتى الآن حول تمدد تنظيم الدولة الإسلامية ما يعرف بداعش في منطقة عرسال وأطراف جرود القلمون السورية، والخوف من تأميم ممر باتجاه الساحل، نعم، عمليا هناك احتقان في لبنان. كل هذا التنسيق والمشاورات هو عمليا لتنفيذ هذا الاحتقان ولمحاولة كل قوة سياسية. يعني اليوم تيار المستقبل عندما يحاول أن ينشئ خطاب مع التيار الوطني الحر بالإضافة إلى الوزير السابق سليمان فرنجي والرئيس نبيه بري وحزب الله، عمليا تيار المستقبل ومن خلفه المملكة العربية السعودية يحاولون أن ينشئوا مروحة من العلاقات يكون الهدف منها الاستثمار على مستوى الانتخابات البلدية القادمة في لبنان في أيار المقبل، والانتخابات النيابية في حال إقرارها في أقرب مناسبة، يعني بعد عام ونيف تقريبا. طيب كانت بعض أطراف حديث حضرتك أنه هنالك تفاهم أصبح يعني أو هنالك مصالحة قريبة بين قوى 14 آذار و 8 آذار، طيب ما مدى إمكانية التفاهم داخل قوى 8 آذار على توحيد مرشحهم الرئاسي؟ قوى 8 من آذار، كل هذا الاحتدام في الموقف اليوم ينتهي بتمني من السيد نصر الله، نعم، باعتقادنا. وهذه القوة عمليا نحن نقول أن التأخر في إقرار أو البت في مسألة ترشيح العماد عون والوزير السابق سليمان فرنجية هو عمليا تأخير تقني الهدف منه عمليا كسب الميدان السوري. عندما يسيطر الجيش السوري على المساحة الأوسع من الحدود الجغرافية السياسية السورية، نعم، يكون عمليا يعني خاصة إذا استطاع في أقرب وقت الجيش السوري استعادة محافظة إدلب، نعم، وهي يعني عمليا بعد دخول روسيا إلى سوريا باتت هي المفصل في رسم المعادلة القادمة لسوريا وللبنان، على اعتبار أن لبنان يقع في
هامش القوة السورية. فإذا طيب كيف يؤثر الأمر على سوريا؟ الجيش السوري كيف يؤثر الأمر على سوريا إذا كانت هي الانتخابات مركزية وداخل بيروت أو داخل لبنان؟ لبنان يتأثر بشكل كبير جدا بسوريا. نعم. من يحكم سوريا يحكم لبنان. بكل بساطة وهذا الجميع يعرفه. نعم. إذا استطاع السوريين فرض المعادلة كما هم يسيرون فيها بها الآن في أسرع وقت ممكن واستطاعوا حسم محافظة إدلب وتأمين محافظة حلب، عمليا نتكلم على أن سوريا باتت مرتاحة لأن تفق أو تسمح بانتخابات رئاسية يأتي فيها مرشح تكون لها الكلمة الفصل في تسمية هذا المرشح، بالإضافة إلى مشاركة حلفائها على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى مستوى الدولة الروسية في تأمين مرشح رئاسي في لبنان يكون عمليا يدعم أو يقع في دائرة أو توجه الحلف السوري الإيراني الروسي. نعم، وضح الأمر المحلل السياسي شحادة جمال الدين من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، إذن في أمان الله.